ما كتعرفوش ان الخلود لله هذا امر الدنيا ثلاثه العمل استمر كان لي الفخر والشرف الكبير اننا كلنا خدمنا تحت قياده راشد بن صاحب جلاله الله يسره. دوزنا من مراحل كبيره مراحل عصيبه توفقنا فيها جميعا ان شاء الله هذا الفريق هذا بدون استثناء تكن اليوم تكونوا مفتخرين انكم تجاوزتوا عقبات جد صعبه جد تدبير للجائحه كارثه بالنسبه للزلزال وكذلك هذا الورش الملكي اللي فيه يعني ثوره في النظام في المنظومه الصحيه. كنطلب منكم اي واحد كنت قاسي معها او قصرت حقه يسمح لي لانه كان كل شيء هادشي في الصريح العام باش الورش الملكي ان شاء الله يمشي في الطريق ديالو وينجح. فعملت معكم كاخ وشفت منكم كل اخوه كلكم اخوات واخواني اللي عملنا يد في اليد سواء في المكسب سواء في البرلمان سواء في الميدان. ما نقدرش نذكر الاسماء كامله باش ما نقصي حتى شي واحد ولكن يعني ما نقدرش نقول لكم لان انتم مفخره هذه كنقولها السيد الوزير ان وزاره تسخر بالكفاءات كفاءات عليا اللي خاصها التقدير وخاصها كذلك الاعتبار وكتعطي ما فيها الرشق القطاع ديال الصحه عرفتو راه الحمد لله غادي في الطريق الصحيح وان شاء الله باذن الله السيد امين الزهراوي كذلك سيسير نفس النهج ان شاء الله.